حبوباتي الغزالات، مرحبا بكم في نهار جديد وفي يوم جديد. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا النهار تكونوا بخير وعلى خير، وتشوفوا معايا هذا الفيديو اللي اكيد اكيد غادي تعجبكم. اليوم غادي نصايبوا هاد الطبيقات، هذا الطبق اللي كنديروا فيه حنا في المغرب الخبز. خليكم معايا غتشوفوا الطريقه. والعنصر الاساسي عندنا في هذا دي اي واي ديال اليوم هو هذا القنبة، هذا الحبل. هذا ماشي الحبل داك ديال النشار ولا هذا، كيديروه دوك اللي كيحرثوا الارض كيديروه باش كيجمعوا به داك الشتب وداك الشيء. ما عرفتوش كتعرفوا شنو هو الشتب؟ المهم اللي كيعرف الشتب يشرح لهم شنو هو في لي كومونتير. المهم هذا دابا غادي ناخذ غير هذيك القنبه اللي قلت لكم، وغادي ناخذ المسدس الشمع وغادي نبقى نلصقوا على هذه الطريقه. انا غادي نحاول هنايا نقرب الكاميرا بزاف باش تشوفوا الطريقه، لانها سهله سهله سهله، وهذه هي الاساس ديال هاد دي اي واي كله. زعما غير هاد الدريبات هادو تكون وحده 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 ويكونوا ملاصقين ويجوا مع السطح، السطح اللي انت حاطه عليه ما يجيش شي طالع وشي نازل. فهذه غتكون هي زعما الحاجه المهمه في هاد دي اي واي. غادي نبقى ندورو بكل بساطه، ندير الساق وندور، ندير الساق وندور. وانتيا انا غادي نديرها صغيره، الطبيقه صغيره، انتيا غادي نوري لك الطريقه. وبنفس هاد التكنيك تقدري تصايبي منهم شي حاجه اكبر ولا شي حاجه صغر. تقدري انت تكتفي غير بهكا وتحطي عليه الكويسات، ديري منه القدر اللي بغيتي سته ولا، وتبقي تحطي عليهم الكويسات ديال الماء ولا ديال المناضه فاش يجوا عندك الضياف ولا غير وليداتك النيس. تقدري ديريها كبر من هكا وديريها سوبلا، تحطها تحت الطبيصيل، غادي تجي حتى هي غزاله. ديك الساعه ديدي على لا ديكوراسيون ديالتكم. انا قلت لكم غير هذه هي لا باز، وانتم من هاد لا باز تقدروا ديروا حوايج كثار كثار كثار. انا راني شريت بزاف من هاد القنبه ومعوله ندير معكم واحد الزريبيات، فغير تسناو هاد لا فيديو ان شاء الله باش تشوفوا غير النتيجه كيفاش دايره، الا عجبتكم حتى نتوما تجربوها في ديوركم. صافي، منين غادي نكمل هاد الدوره هكا غادي نبقى انا غنكتفي غير بهذا القياس هذا، لانني دايره واحد كبير ديجا. انا غير بغيت ندير معكم هاد الصغور باش نوري لكم الطريقه. غادي نبقى نطلعو بشويه بشويه، كنتمنى تكون لا فيديو شارحه راسها. وكنبدا غادي كنطلع فيه، نتوما تقدروا ديروها كبيره، تقدروا ديروها صغوره، تقدروا زعما عندكم طريقه سهله بزاف. كنتمنى ما نكثرش عليكم الهضره بزاف، نخليكم على فيديو راها شارحه نفسها. دابا انا غير شويه وغادي نقطع هذا الحبل وغادي نخليها على شكل طبيق. نتوما الا بغيتوا غتبقاو غادي بنفس الطريقه، غتبقاو طلعوا حتى تولي على شكل سطيل ولا سليله. تقدروا ديروا فيها ديروها لابوبيل ولا ديروها لشي فاز ولا تخشيو فيها شي فاز لداخل، ولا ديروا فيها الحوايج ديال الصابون. زعما قداش ما عليتيها قداش ما غادي تولي شكلها وحاجه اخرى، وتقدري تستعمليها لحوايج اخرين. قلت لكم انا في هذا لا فيديو قلتها وعاود كنعاودها، بغيت غير نوري لكم الطريقه باش كيتصايبوا. واكيد اكيد اكيد كلكم غتعرفوا ديروها، حتى الا عندكم وليدات صغار غتوري لهم هذا لا فيديو وغادي يديروها لكم هما. غير اهم حاجه هي هذاك مسدس الشمع، خاصو يكون سخون 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 بزاف فريمون، تخليوه يسخن مزيان
ماشي غير يتحسوا به بدا كيذوب وتستعملوه لانه ما كيلصقش ديك الساعه مزيان، غادي تشعلوا عليه وتخليه على الاقل واحد 10 حتى 15 دقيقه عاد تبداو تستعملوه. صافي هنايا غادي نكون كملت، غادي ندير ليها غنقطع غير داك الحبيل ونعاود نلصق ديك البلاصه اللي قطعت بشويه ديال مسدس الشمع ديال داك الشمع ونخليها على جنب. وغادي نبدا في لا ديكوراسيون، غادي نوري لكم غير الطبق اللي كنت دايره كبير ديجا قبل منه. هذا اللي زايد عليه غير في الليديدات، انا درت واحد هذاك الحبل كان عندي واحد صغير رقيوق فبرمتو درت ليه بحال واحد السبوله وهو اللي لصقت الفوق. هذا هو الفرق ما بين هذا الكبير وهذا الصغير. دابا غادي ندوز للطريقه ديال التزيين، وهي نسبيه، كل وحده فيكم تقدروا تخليوهم غير هكا وتستعملوهم بحال هكا، راه زوينين وتقدروا تستعملوا فيهم اللي بغيتوا. انا غير بغيت اسمحوا لي بعد على الطبله، شوفوا الصباغه هذا البيت عندي ديال هاد لاتولي فريمون راه ولا موسخ، كل شيء ملاصق فيه الصباغه، الارض واخا كندير واحد الباركي دايره باركي ديال البلاستيك فوق من الباركي العادي، المهم كل ما كنتش دايره كل الارض كلها ولات صباغه ولصاق ولكن ما كاين باس، هادشي كيعجبني كيف ما كنقول لكم ديما وما غاديش نوقفوا اكيد. فقلت لكم بحال دابا التزيين الا عندكم غير بحال هاد الوريضه هادي كتكون هكا طويله ومقاده غتقدري تلصقيها بوحده وغتكون كافيه واكثر من كافيه، ولكن كاينين الناس اللي ما غاديش يقدروا يلقاو هاد الورده بالضبط. انا غنقول لكم غير واحد الطريقه مبسطه، ان اي ورده عندك في الدار ولا شي حاجه تحيدي لي غدوك الوريقات اللي لتحت وهما اللي تستعملي، حاولي تجنبي هذوك الورد اللي كيكون بالبلاستيك كيكون باين بالبلاستيك يكون كيبري وداكشي لان ما كيجيش زوين في الديكوراسيون. شوفي شي حاجه اللي هكا تكون اللوينه ديالها بحال بهتين بحال معش كيفاش نشرحها لكم، بحال هادو اللي كنقطع فيهم دابا من بيدي كيكونوا دايرين بحال ماشي عصاية سيدنا موسى المهم كيكونوا شويه باهتين ما كيكونوش كيبريو كيكونوا مات. هادو هما اللي كيجيو ناتوريل وكيجيو زوينين مع هاد لي ديكوراسيون هكا اللي كيكونوا ناتوريل. فهادو حتى هما كيف ما شفتوا الوريقات ديالهم كيبريو، ما غاديش نستعملهم، غادي نستعمل غير ديك البلاصه الفوقانيه لان الالوان ديالهم جاوني غادي يجيو مع دوك الوريقات. صافي هو بالنسبه للطريقه ديال التلصاق وداكشي، انا غنوري لكم طريقتي وانتم اكيد الطريقه اللي غتعجبكم هي باش غتصيبوا. خليكم على فيديو.
فهاد الطبيقات هادو حبوباتي تقدروا تستعملوهم بزاف د الحوايج، بحال ديريهم في الحميم في الحمام زعما، وديري في دوك القطيين ديالك، ولا تحطي في فوق لاكوافوز بقى تجي من برا تحطي فيه لي بيجو ديالك، ديري في لاكويزين تحطي فيه البيض، عاوتاني تقدري تحطي فيه بزاف د الحوايج، لي فخوي ولا الخبز فوق الطبله، زعما على حسب ديك لا ديكوراسيون اللي درتي فيه انتي غادي تقدري تعرفي انتي ديك الساعه البلاصه فين بغيتي تحطيه. الا خليتي غير سامبل غتقدري تصايبي فهاد البلايص كاملين، تحطيه فهاد البلايص كاملين، ولكن الا درتي ليه شي ديكوراسيون اللي غادي يكون فيها الحجار وداكشي اكيد ما تقدريش تحطي الخبز ولا. فكان نقول لكم بالنسبه لهادو اللي كيكونوا بالحبل ولا، حاولوا دائما تفاداو داكشي اللي كيكون كيبري، ولا حاولوا ديروا غير هادشي اللي كيكون ناتورال، فغادي تستعملوهم استعمالات اكثر. انتما حبوباتي على هاد الشكيله هذا يبقاو ديكوراسيون هكا يتعلقوا في الحيط يجيو زوينين، تحطيهم فوق الطبيله غيجيو زوينين، انا عاجبني بزاف. كنتمنى تعطيوني ارائكم، تقولوا لي واش عجبوكم، ولا عندكم شي اراء اخرى قولوا لي شنو نقدر ندير. ها هو الشكل ديالهم، كنتمنى يكونوا عجبوكم، والى اللقاء.